مؤاخذة يا باشا، أنا قاعد بقالي ساعتين ومحدش عايز يرسيني على حاجة. هو في إيه؟ طمني. ما هو الموضوع مش سهل يا سيد. ماشي، قول لي الموضوع فيه إيه وطمني، وقول لي إيه المطلوب مني. أحمد أخوك فين؟ أحمد أخويا؟ مش عارف. أنت عرفت عنه حاجة؟ مش عارف. هو أنت ما تعرفش هو فين؟ لا باشا ما أعرفش. إحنا بقالنا كذا يوم بندور عليه مش لاقيينه. خير؟ عرفت عنه حاجة؟ أخوك اترصد على الحدود السورية ضمن مجموعة من التكفيريين اللي اتبعوا تنظيم داعش. داعش؟ آه داعش. دولة الخلافة باقية. دولة الخلافة باقية. الله أكبر الله أكبر. خطوة للأمام. استعد. صوب. خطوة لليمين. مرش. بارك الله فيك، تعلمت كتير، كأنك مولود في زمن النبوة وشارب من تم الصحابة الكرام حب الجهاد. كان نفسي أبقى وسطيهم وحارب معاهم. جند الله باقينا يا أخ أحمد، وكل زمن وله فريضة من زمن الغياب. بس نفسي ربنا يغفر لي كل اللي أنا عملته قبل كده. أنا مستعد أضحي بعمل كله. الإسلام يجب بما قبله. لا تستغرب، ما حدا فينا إسلامه صحيح. الشيطان رح يلعب بعقلك ويزين لك إشي ما هي صحيحة. بدي إياك تحط الجنة قدام عيونك وتخيل حالك على حور العين. مش عايز غير رضا ربنا عني. وهبله نفسك، حطه قدام عيونك. إما تصير دولة الخلافة الإسلامية أو أن نهلك دون ذلك. لا قولي لي يا وغدة النصرية تما، هو المعلم فود اخويا غصان من طلعة الشمس فين النهارده؟ لسه مكلمني، قال انه زمانه جاي في السكة. بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي، والنبي تنده لي عمر، تقول له يجي ياكل لقمة معانا. حاضر. الحمد لله على السلامة يا اخويا. الله يسلمك يا معلم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا معلم. الله يسلمك يا استنصرة. كنت فين لحد الوقت؟ كنت بهاوي على روحي من كف امبارح. شرطك طلعت اللي هي جوازة ميسة هتقيد قلبه نار. اهي قادت يا اختي، بس ما طلتش غير عبايتي. الافندي عايز يصغرني في السوق يا نصرة. ويعني لو البت كانت باتت في فرشتك كان هيكبرك؟ ما انت عارف ان ده هيحصل كده كده. ولا عمره كان هيحصل، كان هيهر قلبه بس ويخلي سيرته في كل لسان، ولا كان هيقدر يؤمر ولا يجبر اي حد في السوق. طب اهدى اهدى يا معلم. شو اهو بنت ليه وبنت ليه، واللي نفسه طويل بقى في الاخر هو اللي هيعوش. انت حاسبها ازاي بس يا ست الست؟ حاسبها ازاي؟ قرش رايح وقرش جاي يعني؟ لا، لو على القرش عندنا اللي لو كلمه يخلص، انما ده اسم يا نصر اللي عايش بيه فوق الخلق، وبعد ما اموت هيفضل فوق الخل. طول العمر ليك يا معلم، اسمع مني. لا
اسمعي مني انت بقى المرة دي، احنا لازم نخلص ونشوف لها ناهية. قلت لها هو انت محضر لي حاجة جديدة ولا ايه؟ هيحصل وحياتك لا تفنوا صاحب ايديك. لا يا معلم اوعك تقل عقلك، احنا اتفقنا نقهر قلبه ونجيب رقبته تحت رجلينا، بس ما اتفقناش نخلص عليها. كل وقت وليها دين. يبقى تصم ودنك عنه وتسمعني بقى، لو كرهوا بحق يبقى هنفضل على حق، نضربه مرة واتنين لحد ما نوجع قلبه، وهي العيشة بقهرة ولا رمية التربة. يا لهوي سافر فين؟ وازاي يعمل حاجة زي دي من غير ما يشوركوا كده برضو يا أحمد؟ توجع قلبنا عليك. لما هو سافر يا أخويا البوليس اللي جه خدك ده كان عايز ايه؟ أخوي كده شكله سافر، طلع باسبورني بتوع الهجرة الشمال. أحمد لا حول الله يا رب، ليه بس كده؟ أنت لازم تتصرف يا سيد، لازم تعرف أحمد فين ولازم تجيبه. بالهدوء يا أختي هيتصرف إن شاء الله. إمتى؟ هيتصرف إمتى؟ إحنا قاعدين وباصين لبعض ومش عارفين هو بياكل ولا بيشرب ولا بينام فين ولا في أنهي بلد حتى. أخويا لو جراله حاجة هيبقى ذنبه في رقبتنا كلنا. هتلاقي أخويا يا سيد. ليه وإحنا عملنا له إيه؟ ضربناه على إيده؟ ولا قلنا له في صداع مستقبلك؟ آه كلنا ضربناه، بس على قلبه مش على إيده، لما خليناه يبعد عن البنت الوحيدة اللي حبها في حياته. وانت يا سيد هنتو هنتو قدامنا وقدام نفسه كمان لما خليته يطلقها، انت كسرته يا سيد. كفايه بقى كلام كفايه. ما بالراحه بقى يا اختي، ما اخوه برضو زي ما هو اخوكي. اخوه؟ ولما هو اخوه مش عايز يتصرف ليه؟ سيد انت لو مش هتتصرف انا هروح لنصره وهي اكيد هتعرف تتصرف. نصره؟ لا نصره ولا غيرها يعرفوا يجيبوه. وكفايه كلام بقى، انا مش ناقص. ليه؟ هو فين؟ هو انت يا سيد عارف هو فين؟ مش عايز تقول. اخوك في داعش، ارتحتي؟ الله الله الشبح المصري سيد بوخارست، ده انت وحشني بالزاف والله. وانت كمان وحشني يا صاحبي. اسمع انا عايزك مصلحه وقتي. عايز بضاعه جديده؟ لا، اخويا احمد اللي حكيت لك عنه زمان قلب عقله ومشي ورا اولاد الحرام لحد ما وقع مع بتوع داعش. داعش؟ تحقيقات بوخارست ده حصل؟ ايوه حصل. الامن بلغني ان هو اتلقط من لبنان على الحدود مع سوريا، ما قالش حاجه تانيه ولا لازم اعرف مكانه فين بالظبط. ليك سكه؟ كان لي حاجة وليها سكة، ما دام حط رجله بلبنان هجيب لك خط سيره. بس في الإنجاز، مفيش وقت يا بريك. أول ما أوصل لحاجة هكلمك، اطمن. ماشي يا صاحبي، في السريع. عملت كده ليه يا أحمد؟ معقول؟ أخويا أنا؟ الدكتور أحمد؟ اللي الكل كان بيحكي ويتحكى عن أدبه وشطارته؟ يروح مع بتوع داعش؟ مين يصدق الكلام ده؟ الواد كان شايل في نفسه كتير، فضل يكتم في روحه لحد ما أذاه. استهدي بالله يرحمه وادعي له ان ربنا يرد العقل. ونابها بالله، بس ده رمى روحه في النار بايديه. احمد حصل له كتير، الكل جه عليه لما غلط، مش بس كده ده حتى اللي حبها كسرته. يقوم يعمل كده مهما كان اللي حصل؟ هو بيعاقبنا يعني ولا بيعاقب نفسه؟ ما كلنا الدنيا جت علينا وداست، ادينا صابرين ومكملين ومستحملين، ليه يعمل كده؟ ليه؟ استهدي بالله يا بنت، الحب الكبير وبيقف مع الغلاب. يا رب طمنا بأي حاجة حلوة. رحاب
طب خلص معاه وكلمني. يلا سلام. ممكن بقى تطفي موبايلك شوية؟ طب والشغل؟ أنا الشغل. بقول لك إيه؟ الكلام ده ما ينفعش هنا. ده مكان أكل عيش. شوف دماغك وديتك لفين. أنا ما فكرتش في كده خالص. شكلي كده النهارده دماغك رايقة ومزاجك في العلالي. عشان معاك وحاسة إنك بتاعي لوحدي، وأي حاجة هطلبها منك هتنفذها لي. هدية صغيرة منك يا أبو خريس. مفيش حد بيطلب من حد هدية يجيبها لي. إحنا غير أي حد، إحنا بنحب بعض. نفسي البيبي منك. ايه؟ انا فاهمة غلط؟ ما بتحبنيش؟ مفيش حد بيحب حد قد نفسه. فوايا كده وصحصحي بقى عشان نرجع نشتغل تاني. دي قصاد دي تحرمني منها هحرمك منه. انت بتضحك ليه؟ مش مصدق اني ممكن ارجعك زي ما كنت؟ انا مش بضحك عشان كده، عشان تنسيه خالص، ده بره ايدك. انا بضحك على موضوع البيبي وان انت عندك يبقى عيال وكده. غير يا موجه، هو انت فاكره اني طرحي في الدنيا ولا اكمل الاسم واسم ابويا ممكن يبقى من بطنك؟ لا، ده انت لو اخر واحده في الدنيا مش هعمل كده. انت بتقول لي انا الكلام ده؟ اه، بقول لك انت الكلام ده عشان تفوقي. ما الوجع ساعات بيصحصح. هو انت فاكره لو جبت عيل مني ولا من غيري؟ العيل ده لو طلع في الدنيا ولا امه موجه الشايب هيعمل ايه؟ ولا انت عملت ايه كويس في حياتك عشان يبقى عندك عيل؟ عملتك وانت ولا حاجه. كبرتك وخليتك في السوق، وكان ممكن اخلص عليك زي كتير قبلك. عملت ايه؟ انا محدش عملني، لا انت ولا اللي فوقك. انتوا صحيتوا من النوم لقيتوني في وشكم، ولا انت نسيتي؟ ما تتجننش يا ابو خريس. انت اللي ما تتجننيش وتخليها تهب منك. اسمعي النهي، محدش فينا ينفع يبقى عنده عيال عشان اللي عملناه في الناس ما يطلعش على عيالنا. روح هاتي كده صوره بنتك وبص عليها كويس وافتكري لما كانت في حضنك جرالها ايه؟ وانت وديتيها فين؟ وديتيها تحت التراب. مش هنعيده تاني. ورحمة ابويا لا حطك تحت الطول، وبيتي معقول يا بابا السنين دي كلها؟ انت ما قلتش ليه؟ ما عرفتش حد الا نصر ابو خريست ليه؟ هو انا مش بنتك برضو؟ حرمتني ليه اني اجي ازورك؟ ما تلومنيش يا رحاب، يمكن اللي عملته غلط وهو راح حضر دلوقتي. انا كل اللي يهمني ساعتها ان انتوا تفضلوا نضاف وراسكم مرفوعه قدام الناس. معقول انا ليا اب وقاعد قدامي كده بكلمه ويكلمني؟ وحش
وحشتني قوي. حبيبتي انت ما غبتوش عندي لا لحظة ولا دقيقة ولا ساعة. عارف شكلكم وتخيل صوتكم وسامع فداني وياما ياما كنت استحضركم في عقلي واتكلم معاكم. عارف كل حد فيكم هيقول ايه وهيرد ازاي. ليلة الخميس بالليل في الشتاء ولمتنا جنب بعض مدفيانا، ماما كانت لسه حامل في آية، نصر عملنا صينية قرعه، سيد عمال يرزيني يقول لي كفايه حلو يابا كفايه حلو يابا، خايف على صحتي وانت واحمد ماسكين قدام بعض، وهاتك يا واد ودل وضحككم منوره الدنيا كلها. ياه يا بابا ياه. كان نفسي اصرخ واقول للناس كلها انتوا وحشين قد ايه، لكن ما كانش ينفع، كان لازم اكتم سرخيتي جوايا عشان تفضلوا بعيد عن الحرام اللي انا رحت فيه، مش عايزكم تروحوا زيي فيه. حبيبي يا بابا كل حاجة هتتعوض، هتلمنا كلنا في حضنك وهترجع البيت ده أحسن من الأول. يا ريت يا ريت ارحب، بس إزاي؟ هيحصل ما تقلقش، ده أنا لما شفتك الدنيا نورت في عيني، بقيت حاسة إن كل حاجة قدامي سهلة وممكن تحصل. ده أنت يا بابا بعد الشر عنك أنت ما كنتش موجود يا بابا، انت طلعت عايش عايش. عارف يعني ايه؟ يعني البيت ده هيعيش وهيفضل طول ما حسك بالدنيا. يا ريت يا حول يا ريت. القهوه يابا اتبخرت بدخان الغاليه زي ما بتحب بالظبط. ربنا يخليك ليها يا ميسا، طول عمرك حنينه فرحتك مش ليكي. طول عمرك ايه وبتاع ايه؟ هو انت كمان كنت عارفه انه موجود ومخبيه عليا؟ ما تلومهاش دلوقتي، ميسا ليها ليله تانيه هبقى اكلمك فيها. كلميني انت دلوقتي، اخباركم ايه واحوالكم رايحه فين وفين بيتك وفين بيت اخواتك؟ هحكي لك يا حبيبي، هحكي لك كل حاجه. توحشتني قوي. السلام عليكم. شاوي كده يا مولانا؟ انا بديها من اولها بالسلام عليكم والجو ده. سيبك يا عم وفكك من جو الافلام اللي بيفرجوك عليه ده. سلام صالح او ابو حتيفه، القائد امرني اكون معاك لحد ما تاخد على الجو هنا. واخد بالي ان كل الاسامي هنا بيبقى ليها كوني. كل واحد فينا بيتكلم عن اسمه القديم وبياخد اسم من اسامي الصحابه اللي بيحس انه شبهه او فيف من تفكيره، كانك بتتولد من جديد. اشمعنى ابو حذيفه؟ ابو حذيفه رضي الله عنه كان صحابي جليل، اسلم وتحدى ابوه الكافر، كان ساعتها كبير قريش، كان اسمه عتبه بن ربيعه، ووصل بالايمان انه شاف ابوه بيتقتل في المعركه ومهمش عشان ينقذه، بل بالعكس هلل وكبر لهلاكه وموته. انت ممكن تعمل كده؟ ممكن تقتل حد من اهلك وتفرح لموته؟ اكيد مؤمن اللي احنا فيه ده دلوقتي يعني. مش ما تقلقش، محدش هنا هيعلق لك المجنون. بس انا صحيح ما عملتش كده، بس بتمنى. الموضوع سهل جدا. سهل ازاي؟ كل اللي دمروا حياتنا،
الكفرة اللي ضلوا طريق ربنا. انت هتلاحظ كروهم في قلبك، هتعرف ان هم ضلوا طريق ربنا، وساعتها هتعرف ان هم كفار ويحق لك قتلهم ساعتها. معنى كده ممكن اقتل الدنيا كلها. صدقت يا شيخ احمد، الدنيا ايه غير الفرقه الناجيه اللي احنا فيها دي، احنا والباقيين كلهم الى الهلاك. ايه يا ولاد؟ امال فين احمد اخوك؟ انت مش قلتي لي هتكلميه؟ ولا هو مش عايز يقابل ابوه؟ مش عاوز؟ يا ريتك جيت بدري بس يومين يا بابا، كان زمانه كان زمانه ايه يا رحاب؟ كان زمانه ما سابش البيت ابدا، مش كده؟ بس الامتحانات بقى وانت عارف زنقتها، بيبيت مع الدكاتره اصحابه عشان يذاكروا سوا. ربنا معاه ومعانا. سيد يا بعد الغيبة الطويلة دي مش عايز تغيب في حضن ابوك؟ ولا النار اللي قايدة في صدرك انت واختك منعاك من حضن ابوك؟ وحشنا يا سيد. وانت كمان وحشنا. دلع السلامة. الله يسلمك. اخسى عليك يا سيد، بقى تخبي عليا السنين دي كلها. خش يا بنات جوه عشان عايز اقعد مع سيد كده لوحدينا. تعال يا سيد، تعال اقعد. هي دي الوصيه اللي وصيتها لك يا سيد؟ اخواتي في عنايه يابا، وبيت جدالله فوق كتافي من فوق. ما فين اخواتك دول؟ نصره في ناحيه واقف في الناحيه التانيه، واخوك احمد معرفش هو فين. أنا مش هقول لك الكلمتين إياهم، أنا ضيعت عمري وموت روحي بالحياة عشانكم. ربك هو اللي خرجني عشان ألزمك بالوعد اللي أنت خلفته. خلفته؟ معلوم. أنا هقول لك كلمة ومش هتنيها يا سيد. ابعد عن سكة الحرام يا سيد. طب شوف يابا، أنا كل سكة مشيت فيها كانت كمالة لكل حاجة أنت عملتها في حياتك. البيت ده اللي أنت بنيته وسبته ومشيت، أنا وقفت في وسطي وحافظت عليه، صنت كل حاجة فيه قبل ما أصون حيطانه. سكة الصنف رميت بيضك وروحت، وأنا برضو كملت وربطت، وصلت لكل اللي أنت معرفتش توصل له في حياتك. جاي النهاردة بتلومني وعايز نرجع؟ لا، واحد زائد واحد بيساوي واحد مش اتنين. الدنيا عجنتك للدرجة دي؟ انت ما بقتش سيد، انت واحد تاني. بكيفي ومزاجي. انت حر، انما لما تجرجر اختك وراك تبقى بتمد ايديك للي مني وبتهد اللي انا بنيته عشان احميك واحميهم. الدم قصاده دم، ما فيهوش عشان. واللي وشه في النار مش زي اللي خباب الحياة. تقصد ايه يا انت بالذات؟ ما ينفعش تلومني. السلام عليكم. انا مش هعطلك، انا جايلك في كلمتين، ولو ما جوش على هواك يبقى انطرني حتى من غير سلام. شوف يا صلاح يا ابني، إذا كنت جاي قاصد مطاطية عشان قلبي يحن زي المرة اللي فاتت، تبقى بتضيع وقتك. أنا عارف يابا إن السماح صعب. لا بالعكس، السماح مفيش أسهل منه. الصعب بقى اللي بيجي بعد السماح. هتقولي معلش يابا وحقك عليا، هطبطب عليك واخدك في حضني ونقعد ننهنج زي الأفلام العربي، وفي نفس الوقت إيدك التانية في ظهري بتطعني بالجامد. لا بناقص يا صلاح. طب انا مش هرد لك وقول يا سيد المعلمين، انا بس جاي عشان احق لك نفسي، اقول لك حقك عليا، مش عشان غلطت في حقك، بس عشان انا فعلا ما استاهلش اشيل اسمك. مع اني حاولت والله، والله العظيم حاولت.
سيبلوش لزوم. وانت كنت فاهم المعلمه يا صلاح؟ فاهم المعلمه قرش طاير والحرام ولا مرضيه في خلق الله وفتحت عاشورة؟ لا يا ابني، المعلمه اللي على حق ربنا موقف رجوله وكلمه حلوه. الشمال عمره ما بيعمل ايه مال حد. بس انا يابا ما كانش قصادي غيره. ولو يا صلاح، اوعى تكون فاكر ان في حد معصوم من الغلط. كل الناس بتغلط، حتى انا برضه غلطت. بس عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ ان انا غلطي ما طالش اللي مني. عشان انت كبير وهتفضل طول عمرك كبير، وهتسامح العيل اللي جاي مرمخ سحنته في تراب جسمتك عشان تسامحه، اللي لو اديته ظهرك تبقى كسرته على حق وقويت عليه الدنيا عشان تسحبه في سكه الغلط. والله العظيم انا ما عايز حاجه من الدنيا يابا غير انك تسامحني، ومستعد ازل نفسي وابوس على جزمتك عشان توالي. لا يا ابني، استغفر الله العظيم. شوف يا صلاح، انت لما جيت لي المره اللي فاتت وقلت لي انك بتعمل اللي انت بتعمله ده معايا عشان انا حضنت سيد واخوات اكتر منك، قعدت ادور الجمله دي في دماغي، قلت ان انت عندك حق. انا فعلا عملت كده، وزعت حنيتي على خلق الله كلهم عشان اعمل اسم وابقى المعلم سلطان اللي الحته كلها بتعمل له حساب. نسيت اهم حاجه، نسيت اللي شايل اسمي من اصله. شوف يا ابني، الراجل اللي يذل نفسه لابوه كده يبقى راجل على حق، جدع اصيل. يعني انت مسامح يابا؟ ما دام فيها يابا ابقى مسامح صلاح. يلا قوم بقى، قوم روح فرح امك. ماشي. سلام يا سلطان. سلام يا معلم صلاح. شوف يا سيد، انا من ساعه ما ربطت في دارك وسمعتك الامين بالرضا وانا حاطط تحت رجلك، فما ينفعش تحصل لقطه المؤاخذه ما اجيش اقول لك عشان يبقى قدامي العيب. عيب؟ عيب مين يا طيب؟ ده انا اكتر واحد عارفك، ده انت تبيع ابوك وتقبض ثمنه. طب لو كلامك صح اعدي كلامها الليله مؤاخذه وارميه في حبك. موجع شمتني من الجامد يا سيد. مصلحتك يا طيب، مجدعتك ورجولتك يا طيب، هكبرك وخليك المعلم الكبير، بس اخلص من سيد. موجه شكلها بترسم رسمه كبيره قوي يا سيد، هتغرق السوق، بس انت حبيبي برضك، ما اقدرش اعمل فيك كده. طب اسمع طيب، فكك بقى من هري النسوان ده. انا اكتر واحد عارفك وعارف انت بتحب مصلحتك وبس، واللون انت دورتها في دماغك، وعارف ان كف السيد بخارست هي اللي الطب ما كنتش دخلت من الباب ده. كان زمانك دلوقتي بتقيس العبايه وبتفتح مخزن جديد من بابه، مش كده؟ صح، وربنا معاك حق. خلاص، يبقى تعالى في العدل ورسيني. موجة وفودة مولسين مع بعض، بس محسوبك الطيب عمل برقوقة مع فودة، خدت مراته والمصمت وقفلت عليهم فرشين الموسى، عشان كده هو هيتجنن ويجيب رقبتي. طب ليه ما يكونش مدبر الملعوب ده هو وموجة عشان يجيبوا رقبتي وبالمرة يساووا؟ اشتريت. حلو. طب اسمع بقى مني النهاية، رزيت الجوز دول عندي واعرف اتعامل معاهم، ما تقلقش خالص. المشكلة عليك انت، انت اللي اتعكشت عشان لو قلت لا هتخسرها، ولو قلت اه مش هسمع عليك يا طيب. يلا، امال انا جاي لك ليه يا سيد؟ يبقى تسمع اللي اقول لك عليه. انت هتروح وتمطر معاهم في الكلام، ومش تديهم عقاد نافع، وهتقول لهم كمان انت نطرت من سكتي، لحد ما اقول لك هنعمل ايه. امين؟ وانا ينفع اقول حاجه غير امين؟ امين يا سيد. تمام. جد الله. كفاره يا صاحبي. طب ورحمه الغليل، انا كنت خايف لفوت الدنيا قبل ما اشوفك من غير الازرق. فتح لي دراعاتك وانت بتزوق البت على رقبه اخوها، فاكرها الطور دخته. العود اللي صالبهم في الدنيا واحد، مش ولاد جدالله اللي اتباعوا ببعض. شكل تراب السجن ده مش عينيك، وانا
نفسك مش قادر ليه بقى؟ شكل زفة الحرام اللي انت متحزن بيها دي سدت ودانك عن اللي قلتهولك زمان. لو فكرت تمس شعر من سيد ولا حد من عيالي هتويك في التراب قبليهم. وبهدايا دول بقى جاي لي مطرحي وبتخطي في خيري عشان تهتني. ماشي يا ولد الله، انا مش هزعل منك كرما لمجيتك هنا، بس امانه ما تدوس قوي لا تفرط مني. وانت عارفني يا صاحبي على قديم. اعدل يا فوده اعدل وبطل لوع. انت متجوز البت عشان تهد اخوها، لكن خلاص كبرهم رجع واللي نسي مقامه بعون الله نفكروا بيه وبالقوي. اتكلم عم سلطان وقت اللي في عيبك، ما تقلقش مش هزعل منك. سنة المرة دي كلامي يا سيد مش هزعلك مني، كلامي هزعلك من روحك. روحي؟ روح مين عم سلطان؟ وانا بقى فيا روح؟ لا يا سيد، يا دوب انت فاكر لما تدخل على الدخلة دي هقول لك انك مش غلطان. لا يا سيد، انت غلطان وستين غلطان وتستاهل حش رقبتك كمان. بس خير، غير انك حاسس انك جيت على ابوك جامد وعايز تكفر عن غلطتك، ده معناه انك ممكن ترجع عن سكتك وتصلح كل اللي حصل. اصلح كل اللي حصل؟ اصلح ايه؟ هو في يا جدعان؟ هو غلط الدنيا كله بقى فوق كتافي؟ نصر تكره الدنيا وتبقى غول وابقى انا اللي محقوق؟ ابويا يدخل حديد ويخرج ما يلاقينيش زي ما اتمنى وابقى انا برضه اللي محقوق؟ والواد الصغير يرمي نفسه في النار والدنيا كلها تتكلم على البيت وابقى انا برضه اللي محقوق ابن كلب؟ هو مفيش حد محقوق لي يا عم سلطان؟ خلاص يا سيد انت صح، انت عايزني اقول لك انك صح؟ انت صح يا سيد، بس خد بالك يا سيد الدنيا دي محدش بيشيل حد، كل واحد بيبقى معلق من عروقه. لا انت محقوق لحد ولا حد محقوق لك. اجري يا سيد، اجري في الدنيا على قد ما ربنا يديك من قوه، وشاور على اللي انت عايز توصل له. بس خد بالك يا سيد الدنيا ما بتدومش لحد، وممكن أو انت بتجري تقع قبل ما توصل للي انت عايزه. ساعتها بقى سيد هتبقى خسرت الاتنين، خسرت روحك وخسرت اللي منك. الله يبارك فيك يا ما تهربيش من الكلام. أنا مش جاي أبارك لك، كنت عارفة. هي دي الكلمة اللي كان نفسي أسمعها منك. تهديني بالصوت العالي عشان ما هتبكيش. ليه يعني؟ هتعاتبني على إيه؟ آه يا ولاد قد الله، جبتوا القسوة دي منين؟ القسوة ما طالبكيش أنت وسيد بس، تطالب كل اخواتك. ذنبهم ايه؟ كله اللي ده انا ضيعت عمري كله في تربيته، شقيت وكبرت وعلمت وربيت لحد ما كل واحد فيهم راح الحته اللي هو عايزها. الا انا اللي انكسر، مش بس من زيد، لا منك انت كمان يا عمر. ايوه لما حطيت ايدك في ايدي ودبحتوني بسكينة تلمة قتلت جوزي. انت بتقولي يا بنتي؟ انت فاكره ان انا ليا دخل في اللي حصل لجوزك؟ ابنك ما نكرهوش. ما ينكرهاش، هو حر، لكن انا بره. طب ورحمة أمك الغالية؟ أنا ما أعرف حكاية جوزك ولا أعرف حكاية جوازك ولا أعرف اللي جراله إلا لما خرجت. إيه؟ يعني هرميك بالباطل؟ آه معلوم، عشان أتسد وما تبكيش على جوازتك من فوضى وترماحي في الحرام معاه
لا تعملي حساب لأب ولا الرب. كفاية كفاية نصرة، ارجعي بيت أبوك. اللي زيك يا بنتي حسرة القلب تنشفه. كنت عايزاني يا أمه؟ ابنك يا نصرة؟ اه يابا. لو عايز تعرف حسرة القلب بص في وشه. جدي انت اسمك ايه يا رب؟ آية فهميني إيه اللي بيحصل بالظبط؟ ومين عمل فيكي كده؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة يا رحاب. سيبيني في حالي والنبي دلوقتي. أسيبك إزاي بس؟ أنتِ بتلمي هدومك ورايحة على فين؟ عايزة تهربي من إيه بالظبط؟ بهرب من كل حاجة، كأني ما كنتش موجودة في حياتكم. أنا لازم أمشي دلوقتي. تمشي تروحي فين بس؟ فهميني فيكي إيه يا آية؟ آية خلاص انتهت. حياتي وأحلامي كلها انتهت. صراحة عارف كل حاجة واتفرج على السيدي اللي اتصورلي. سيدي ايه؟ فيديوهات وصور ليا. تمني اللي انا وصلت له صراحة مسح بكرامتي الأرض. كنت هموت في ايده. ومش بس كده، زمان وروح قلب وخرست على كل حاجة. يا نهار اسود، يا نهار اسود. نهار اسود احنا ايه صبنا بس يا رب؟ اسود كان غصب عني يا عمر، كان نفسي اكون جنبك من زمان. ما تزعلش مني. انت عندك كم سنه؟ 14 سنه يا سيد المعلمين، وخلاص كلها كم شهر بشبر 15. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا كبير قوي يا عمر. تعرف انا كان نفسي في الحياه في حاجتين، ان ارجع للدنيا تاني، وان اشيل على ايدي طرحه حد من عيالي، خصوصا الغاليه اللي فيهم. واهو ربنا حقق لي الامنيتين وفي يوم واحد. انا ما شفتش ابويا يا جدي. امي قالت لي ان هو مات قبل ما اتولد، ولما سالتهم عنك برضه قالوا لي مات. كانت حكايه ليها اوانها. امك ما حكتلكش حاجه عني؟ وهي صغيره قدك كده كانت تقف ورا الشيش تستناني وانا راجع من الشغل. اول ما تشوفني تروح نطه في حضني وتاخد مني الحلاوه وتجري. ما حكيتلكش؟ انا ما حدش حكى لي عنك حاجه يا جدي. معلش، ما خلاص الكل نسي. بس انا ما بنساش ولا نسي اللي عملته فيا. كفايه يا نصر، كفايه يا حبيبتي. عشانك أخاف عليك لو كترتي. ربنا معاكي. سلام يا عمر. السلام عليكم. سيبيني أمشي. لو عايزاني عايش سيبيني امشي من النبي. حاب ما تطلعيش صوت خالص. اهدي اهدي بس، اوعي تخرجي. ها حاب. ايوه يا اخويا. يا حب ابوكي فين؟
ابويا. اه ابوكي. سؤال صعب. مالك فيه يا بنت؟ لا ما فيش حاجه، انا بس عشان انا عايز اتكلم معاك شويه. سيد! سيد! أنا! أيا! أيا! ليه أيا! أيا! ساعات من غير سبب تمسك تراب، تمسك تراب يبقى ذهب، وساعات تعلمك الأدب. أنا اللي على الدين انكتب أغلب لحد ما يوم انغلب، وده ليه سبب سر جواك كتب.
تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.